ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا يا رب جميعا. النهاردة هعمل معاكم كل سنة وانتوا طيبين بقى، خلاص العيد بعد ايام، فانا النهاردة قررت ان انا اعمل معاكم جلسة الديرما رولر مع بعض. انا كلمتكم قبل كده عنها بس ما عملتهاش معاكم عملي، فانا النهاردة ان شاء الله قررت ان انا اقول لكم على كل الخطوات بتاعتها وازاي بنعملها وايه فايدتها وكل الكلام ده. اول حاجة هنعملها مع بعض ان احنا هنغسل وشنا بالغسول، يكون يفضل ان هو يكون رغوي بحيث ان ما يكونش فيه على بشرتنا اي دهون او زيوت، او تبقى البشرة جافة تماما، يعني تبقى ناشفة ونظيفة جدا جدا جدا. اهم حاجة ان البشرة تبقى نظيفة جدا، ما عليهاش اي ميك اب خالص نهائي ولا عليها اي حاجة، وتبقى نظيفة جدا بحيث ان احنا نستعمل سنون يعني زي نيدلز او ابر، فلازم البشرة تشكشك في بشرتنا، فلازم البشرة تكون نظيفة جدا. تمام؟ طيب يلا مع بعض دلوقتي نغسل وشنا بغسول رغوي بعد كده نكمل. دلوقتي يا بنات هنغسل معاكم وش غسول رغوي، وهو من اوبتيمالز الغسول ده. يلا مع بعض. هو وش انا اوريدي انا غسلاه، بس انا ايه هغسله معاكم تاني. انا بليته اهو. تمام؟ وبصوا هو ده غسول، هو بصوا اهو. تمام؟ باخد بامبو واحدة كده، بغسل وشي كويس جدا. تمام؟ بحيث ان انا ما يكونش على وشي اي حاجة خالص. تمام يا بنات، ورجعنا تاني كده، انا غسلت وشي خالص، وشي نضيف تماما عشان ابدا اعمل معاكم جلسه الديرما. في حاجتين او في نوعين انا بستعملهم. تمام؟ اول نوع اللي هو النوع ده اللي هو اسمه زد جي تي اس ده. اوكي؟ دي الحجم بتاعها 75 ملي متر. دي حجم ال 75 ملي. تمام؟ هوريكم شكلها. وفي نوع تاني عندي اللي هو ده، بيجي منها الاربعة سايز او سوري التلاتة سايز. تمام؟ دي جبتها الاول واستعملتها فترة، وبعد كده استعملت دي. الاتنين حلوين جدا جدا جدا، يعني انا هفرجكم الاتنين. بصوا دي الميزة بتاعتها انها بيجي فيها تلاتة سايز مختلفين، يعني ده واحد ملي وده واحد ونص وده نص. تمام؟ طبعا الواحد ده انا بستعمله على البشرة كلها، النص بستعمله للشفايف وحوالين العينين، الواحد ونص بستعمله هو المفروض ده للجسم. تمام؟ في ناس ممكن تستعمله لبشرتها لو انت محتاجة الواحد ونص، يعني ده للحفر، الناس اللي عندها حفر عميقة او عندها مسامات واسعة قوي او عندها مشاكل شوية كبيرة. يعني هحطلكوا دلوقتي برضو جدول هيعرفكوا. بصوا يا بنات، ده الجدول اللي بيوضح لكم كل مشكلة معينة ببشرتك ايه السايز المناسب ليها. عندك مثلا الهالات حوالين العين والشفايف، تقدر تستعملي ربع ملي او النص، تفتيح ونضارة نص ملي لو انت عايزة تفتيح ونضارة بس، يعني عندك عايزة الخطوط والتجاعيد، عندك من نص ملي لحد واحد ملي، التصبغات ولون البشرة الغير موحد من نص ملي برضو لحد واحد ملي. ايري كل حاجة، ويعني ممكن تاخديها سكرين كده وتعرفي كل مشكلة ايه السايز المناسب ليها. تمام؟ وزي ما قلت لكم انا اكتر سايز بستعمله هو الواحد لبشرتي كلها، والنص لمنطقة حوالين العين والشفايف. تمام يا بنات؟ الجدول هو قدامكم. طبعا الجسم سواء السيلولايت والحاجات دي كلها بناخد لها الواحد والنص. تمام؟ امتى تستعملي الواحد ملي، امتى تستعملي النص، امتى تستعملي الواحد ونص. تمام؟ برضو هوريكو دي. دي 75 قلت ملي. هوريكو دلوقتي شكلها. بصوا هي بتيجي في علبة كده اهي، ده شكلها يعني. تمام؟ دي اللي هي 75 ملي. خلاص؟ شكلها.
دلوقتي انا هستعمل معاكم اللي هي الشكل ده، وهستعمل معاكم النهارده الواحد ملي على وشي كله، ده اللي انا بستعمله على طول، وهستعمل النص للشفايف والحوالين العين. طيب تعالوا مع بعض الاول، دي بالنسبه للانواع اللي انا بستعملها. اوكي طيب تعالوا مع بعض دلوقتي نعرف انا ليه استعمل الديرم اساسا، يعني انا ليه استعملها واشكشك وشي واتعب نفسي ليه. بصوا اول حاجه، لو انت عندك لكذا سبب، اول حاجه بنات لو انت عندك اثار حبوب، مفيش حد فينا في الجالي ما بيكونش عنده اثار حبوب، بالذات لو انت بشره دهنيه او لو انت لسه طالعه من سن المراهقه فبيبقى عندك اثار حبوب. تمام، فلو انت عندك اثار حبوب، لو انت عندك بقع سمراء هتحتاجيها، لو انت عندك على خطوط رفيعه في يعني خطوط او تجاعيد بسيطه في الوش، او اللي هي الخطوط التعبيريه اللي بتبقى حوالين الفم، او في ناس بيبقى عندهم هنا، وانا من الناس دي بسبب الشمس، في الشمس بتعملي كده فبيظهر لي الخط هنا كده. تمام، وبيبقى في ناس عندها خطوط تعبيريه، عندها تجاعيد خفيفه، ده بيساعد ان التجاعيد دي تروح. الناس اللي عندها حفر في وشها ده بيساعد على ان الحفر دي تروح. الناس اللي عندها في جسمها اللي هي الستريتش مارك، اللي هي العلامات بتبقى بعد الحمل والولاده، العلامات اللي في الجسم دي هحط لكم صورتها دلوقتي. الناس اللي عندها العلامات دي برضو تقدر الناس تستعمل الحجم السايز اللي هو 1.5 ده، او هي بتعالج حاجات كتير قوي قوي. فلو انت عندك مسامات واسعه هتعالجها، اثار بقع، اثار حبوب، نمش، ايه كمان، الخطوط الرفيعه، التجاعيد اللي في البشره، فهي حلوه جدا جدا يا بنات. انا بقالي حوالي سنه وشويه بستعملها، بحس فرق فظيع بعد ما بستعملها، عرفت كده انا بستعملها ليه. خلاص طيب تعالوا مع بعض نبدا دلوقتي نستعملها. زي ما قلت لكم انا هبدا استعمل اللي هو السايز ده. تمام، هي هنا الاداه دي بتتشال، بصوا وبتتغير، يعني بتحط لها دي او بتحط لها دي. تمام، بص كده بتبقى هي بنات. ده يعني دي كده بتتشال كده، وبعد كده عشان لو انت حابه تغير. طيب خلاص انا دلوقتي هستعمل ده. اول حاجه بعملها ايه، اهم حاجه في القصه دي كلها التعقيم، لان زي ما قلت لكم ان دي نيدلز او ابر فبتشكشك في البشره، فمهم جدا ان انت تكوني معقمه كويس ومحكمه ايدك ومعقمه كمان بشرتك. تمام، طيب كمان حاجه مهمه وانتوا بتشتروها، على فكره سعرها مش غالي خالص، انا معايا كود بيديكي خصم 10% لو انت عايزه تجيبيها من على نون، فلو هي ايا كان سعرها هي ما بتعديش، بتبقى 100 وحاجه في الرينج ده، فمعايا كود هحطه لكم برده في الديسكريبشن بوكس، بيديكي خصم 10% على اي حاجه بتشتريها من على نون. تمام، طيب النيدلز دي قلت دي معموله من التيتانيوم، الابر بتاعتها من التيتانيوم. تمام، مهم جدا ان انت لما تيجي تشتري الديرما رولر هاتي اختاري ان الابر بتاعتها تكون من التيتانيوم عشان ما تصديش وتعمل لك مشاكل بعد كده. عندنا بصوا يا بنات برضو السايز ده اللي هو السايز الكبير اللي هو 1.5 ملي، في كام نيدلز، في 1200 ابره، يعني في 1200 نيدلز. تمام، السايز الاصغر اللي هو معايا ده في 720 نيدلز. تمام، يبقى السايز الكبير ده بنات في 1200 نيدلز، السايز الاصغر اللي هو ده اللي انا هستعمله، السايز ده اللي انا هستعمله دلوقتي فيه 700 نيدلز. السايز الاصغر يا بنات اللي هو ده، السايز الاصغر يا بنات اللي هو ده فيه 300 نيدلز. تمام كده، طيب مهم جدا زي ما قلت لكم تكون الابر بتاعتها من التيتانيوم. خلاص طيب يلا بقى مع بعض نبدا الجلسه دلوقتي. قبل ما نبدا الجلسه يا بنات عايزه اقول حاجه، بس انا في بنات بشرتها حساسه جدا او بتتعب بسرعه ما بتستحملش يعني، ففي اللي هو البريدوكاين ده مخدر، لو انت بتتحسسي او بتتوجعي او بشرتك حساسه او كده مش بتستحملي يعني، ممكن تجيبي البريدوكاين ده مخدر موضعي. تمام، بتحطيه قبل ما تستعمليها بساعه، سيبيه على البشره وزعيه، اعملي منه طبقه على البشره وسيبيه ساعه، بعد كده اغسلي بشرتك وحطي الكحول واستعملي. خلاص، انا شخصيا ما بستعملش المخدر، ليه؟ لان
بحب ان انا ابقى حاسه. يعني انا اول ما بدات على وشي بالنص، يعني اول ما بدات اول مره خالص بدات على وشي بالسايز ده، تمام، بحيث ان انا بس اتاقلم واتعود. بعد كده بعد مره او مرتين اتعودت، فبدات ان انا استعمل السايز ده برضو بدون مخدر، لان المخدر بالنسبه لي انا اخاف انا ما اكونش حاسه قوي فاجرح نفسي، او لا انا حابه ان انا اكون حاسه بالالم يعني، تمام. وبحاول ان انا واحده واحده، مش لازم من اول مره يعني تعملي جامد قوي وتبهدلي بشرتك وتتعبي نفسك يعني، لا واحده واحده، تمام. طيب اول حاجه يا بنات هنعقمها، تمام. اول حاجه هعقم ايدي انا، بعد كده هبدا ان انا اعقمها هي. بصوا بعقمها ازاي، برش عليها من كل الاتجاهات يا بنات، بصوا كده واعملها كده الفها كده عشان اطمن ان هي وصل لها الكحول من كل الاتجاهات، تمام. وابدا ان انا اسيبها. بعمل ايه؟ المفروض ان انت المكان ده كده بتفتحيه كده، تمام، وممكن بحطها فيه الاول، بعقمه هو برش فيه هو كحول تاني، تمام، وبسيبها هي جوه كده شويه بحيث ان هي ايه تنشف شويه، وارش عليها تاني وهي موجوده خلاص كده، وبسيبها شويه تنشف. بعد كده في خلال ما هي بتنشف برضو بعمل ايه، انا بقوم جايبه قطنه كده وارش عليها رشتين كحول، وببدا ان انا برضو ايه اعقم وشي انا. شوفوا انا غسلاه وغسلاه قبل ما اغسله معاكم كمان بماء ميسيلير، وبرده لازم مهم ان انا اعقم وشي قبل برده ما ابدا معاكم. خلاص كده بصوا القطنه ما بتكدبش مفيش اي حاجه. طيب نبدا مع بعض كده، انفضها بس كده عشان لو فيها اي كحول او اي حاجه يعني ما تبقاش مبلوله قوي، وهبدا معاكم. بصوا هو هما انا بعمل الديرما عندي او بعملها ازاي، هي باربع اتجاهات، اربع اتجاهات، اتجاه كده اوكي، واتجاه كده، يعني بعملها كده 10 مرات اوكي، وفي ناس بتعملها 5 وانا بحب اعملها 10 او من 5 ل 10 مش مشكله، واتجاه طولي كده، بعد كده 10 بالعرض كده، تمام، بعد كده حرف الاكس، تمام. يلا مع بعض نبدا ونشوف. هي طبعا اول مره هتوجعك شويه، وشك هيحمر، مفيش اي مشكله خالص خالص خالص. انا بعمل ايه، اول ما كنت بعمل كنت بعد ما بخلص يا بنات بحط الفيتامين سي في الاخر خالص اوكي، انا بحب استعمل معاه فيتامين سي، كنت بحطه في الاخر خالص، لكن دلوقتي بعد ما بخلص المره مثلا الطوليه او المرتين الطولي والعرضي احطها، وبعد كده اكمل المرتين التانيين واحط تاني. يعني ممكن تعملي مرتين وتحطي الفيتامين سي بحيث ان المسام مفتحه فالبشره تستفيد منه باقصى استفاده، تمام. ده فيتامين سي وهيالورونيك اسيد، في كولاجين، فده مغذي ومفيد جدا جدا. طبعا الفيتامين سي بيفتح البقع السمراء ويفتح الاماكن الغامقه في البشره، فده اللي انا هستعمله معاكم. خلاص هبدا معاكم بقى كده، نبدا يلا بسم الله. اول 10 عدات بصوا كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. بصوا بشيلها وببدا في الحته اللي جنبها، مش وهي موجود احركها كده عشان ما ببوظ وشي، لا شلتها وهبدا في اللي جنبها. اوكي ممكن تعملي على الرقبه برضو مفيش اي مشكله، تمام.
بحاول اعيد على كل الحتت ايه اللي انا ما عدتهاش. طب يا بنات انا كده عملت العشرة اللي هم كده، هبدأ بقى اعمل العشرة التانيين اللي هم بالعرض. ماشي، هبدأ من تحت. احمر ما تقلقيش خالص كده. انا عملت يا بنات اللي هو الايه اللي هو اللي بالعرض من 5 ل10، عديت مفيش مشكلة. اتكلي، انا عندي هنا مسام، بس راحت بصراحة مع الاستعمال برضو. تمام يا بنات، انا كده عملت العشرة اللي هم بالعرض. هبدأ ان انا احط فيتامين سي. اوكي، وهكمل الاثنين التانيين. انا بشرتي دهنيه جدا فبيطلع لي كتير حبوب وبتسيب لي اثر، فبصراحه هي مع الاستعمال بتخلصني من الموضوع. يعني بصوا يا بنات، انا كده عملت المره الطولي والمره العرضي، هعمل المرتين اللي هما حرف الاكس. يعني بصي ازاي بقى، مثلا هنبدا من اول هنا تحت كده. الفكرة يا بنات كمان في اللي بتعمله يعني فكرتها ايه اصلا، الفكرة كلها ان هي لما بتفضل تنغز كده في البشرة فبيوصل اشارات للمخ ان في مشكلة في المنطقة دي، فيبدأ المخ ايه يفرز كولاجين زيادة عشان يعالج المنطقة دي. زي مثلا لو احنا اتعورنا في ايدينا فيبدأ ايه الكولاجين عشان الجرح يلتئم، فالمخ بيبعت اشارات المخ بيبعت اشارات ان في مشكلة في المنطقة دي، يبدأ ان هو ايه في يبقى فيها كولاجين زيادة، فتبدأ ان هي لو الجرح يلتئم اسرع. تمام بالظبط كده، احنا لما بنعمل كده بيوصل اشارات للمخ ان في مشكله في البشره في المناطق اللي انا بعمل فيها دي، فيبدا يفرز كولاجين بنسب زياده. فلو عندك خطوط رفيعه تروح، لو عندك اثار حبوب تروح، لو عندك حفر تروح، لو عندك اي مشاكل بيحسن من حاله الجلد جدا 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 جدا. هي دي الفكره كلها. تمام كده، انا عملت منطقه حوالين الفم، هبدا برضو احط لها ايه. لاحظوا ان انا هنا حطيت بعد ما خلصت الاربع مرات، مفيش مشكله. عايز تحطي بعد مره حطي، بعد مرتين
وانت شغاله ده بيبقى احسن يعني، يعني وانت شغاله يعني مثلا حطيته هو اشتغل، ممكن اشتغل يعني تحطي يعملي مرتين وتحطي السيرم وتشتغلي تاني، ده افضل. بيدي نتيجه احسن يعني. تمام، هكمل الجنب ده، اعمل مناخيري الاول بس كده نفس الفكره. عندك كمان، لو عندكم كمان يا بنات الرؤوس السوداء ده بيساعد جدا جدا في ان هي تروح برضه. تمام كده، انا باقي لي الجنب ده بس. انا ما بوصلش بصراحه مرحله الدم يا بنات، يعني ما بحبش ان اوصل لكده، مرات بسيطه قوي اللي طلع دم بسيط يعني من اماكن كده معين، دم بسيط قوي يعني حته صغننه مثلا كانت في القوره، حاجات كده مش اللي هو اللي انتم متخيلينه. تمام، ابدا بقى العرضي. طبعا يا بنات ممنوع منعا باتا تحطي مكياج بعد الدرما لمدة 24 ساعة، ولو حطيتي ده اولا غلط جدا لان المسام كلها مفتحة. فحطي حاجات مفيدة لبشرتك، حطي اي كريم مرطب مغذي، كريمات استعملي الروتين بتاعك، لكن اوعي تحطي اي ميك اب خالص لمدة 24 طبعا، ولو انت بتعمليها ولا بعديها لمدة 24 ساعة. تمام كده، هبدا احط السيرم بتاعي واكمل المرتين التانيين. ولو جربت تحطي ميك اب بعديها قبل مرور ال 24 ساعه هتلاقي ان بشرتك، انت اصلا تيجي تحطي اي كريمات هتلاقي ان بشرتك بتلسعك كده لان مجروحه، المسام لسه مفتحه. في نوع مضاد حيوي لو انت بشرتك اتحسست قوي او نزلت دم او عايزه تستعملي اي مضاد حيوي، في نوع مضاد حيوي احط لكم صورته دلوقتي، ده حلو قوي تقدري تستعمليه لو انت نزلتي دم او بشرتك يعني حاسه ان انت محتاجه مضاد حيوي يساعدك على ان هي تلم او كده، فاستعملي المضاد الحيوي ده. تمام، احط لكم صورته برضو دلوقتي. خلاص كل ده احنا لسه ما جيناش خالص عند العيون او الشفايف. تمام، هبدا اعمل بقى المره اللي هي الاكس. اوكي، بعديها بتحسي بنضاره، بعديها على طول يعني قلنا ما تحطيش ميك اب لمده 24 ساعه، استعملي بس الروتين بتاعك واهتمي ببشرتك، كريمات ترطيب تغذيه، حتى بلاش اي سكرابات خالص في اول 24 ساعه عشان هي البشره مش مستحمله. تمام، وانت بتحطي كريمات هتحسي ان هي بتلسع كده، مفيش اي مشكله خالص لان المسام او البشره لسه زي ما قلت لكم مفتحه يعني، لكن هتحسي بعديها بقى بنضاره مش طبيعيه، وفي ناس وشها هيقشر برضو مفيش اي مشكله، الجلد هيغير مفيش اي مشكله، في ناس وشها بيقشر وده في الغالب، وفي ناس لا، الناس اللي بترطب كتير زي ما بيقشرش قوي معايا، نادرا لما بيقشر، لكن في ناس هتلاقي وشها هيعمل طبقه قشر كده، جلد خلايا ميته هتقع، فمفيش اي مشكله ما تقلقيش خالص. كده احنا عملنا المرتين الاكس خلاص كده، وهبدا ان انا احط السيروم تاني.
تمام كده يا بنات. اخر حاجة بقى عامل المنطقة دي. اوكي نفس القصة برضو. كده انا خلصت المرتين يا بنات. سيرم بقى سيرم ممكن تعملي على فكره على الحواجب مفيش اي مشكله، تمام؟ بتساعد في انبات والتقاد الحواجب، انبات الشعر يعني والتقاد الحواجب. هعمل بقى المرتين الاكس، الاول عامل الحواجب بس. كده يا بنات اكون انا خلصت معاكم الوش كله، تمام؟ شايفين وشي احمر ازاي؟ شايفين المنظر؟ هبدأ ان انا اعمل منطقة الشفايف، تمام؟ كده يا بنات انا ركبت السايز اللي هو النص ملي. هبدأ ان انا اعقمه بنفس الطريقة، هرش عليه من كل الاتجاهات والفه كده. ممكن سؤال يسأل لي انت بنغير الدرمة او السنون يعني دي كل قد ايه؟ تمام بسيبها طبعا تنشف كده شوية. بغيرها كل قد ايه؟ ملهاش معاد معين، بس اول ما تحسي ان السنون بتاعتها بقت تلمة او ما بقتش تدي تعمل، ما بقتش حادة كده او ما بقتش تعمل معاكي مش حاسة بيها وانت بتستعمليها غيريها، تمام؟ ممكن اتنين مع بعض يستعملوها، لا ما ينفعش اتنين يستعملوا، هي استعمال شخصي واحد بس، تمام؟ كمان ده النص ملي هبدا دلوقتي استعمله معاكم على الشفايف ومنطقه حوالين العين عشان يحفز انتاج الكولاجين، وعشان الخد لو في خطوط رفيعه او هالات سودا حوالين العين فده بيفرق جدا جدا. خلاص كمان سؤال ممكن تسال لي الايفكت او النتيجه بتبان بعد قد ايه؟ في ناس بتبان من بعد اول جلسة، في ناس بتبان عليها من بعد جلستين تلاتة اربعة، فانتي استعمليها وخليها روتين في العناية ببشرتك. في ناس بتعملها مرة كل اسبوعين، وناس بتعملها مرة، انا بعملها مرة كل شهر، يعني مثلا مثبتة معاد كل شهر يوم 20 يوم 25 بعملها مرة في الشهر، تمام؟ زي ما انتوا بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها دي. بس كده تعالوا بقى نعمل، يلا نشوف ازاي نستعملها على الشفايف. هعمل بقى منطقة حوالين العين. بصوا يا بنات بالراحة خالص في المنطقة دي. كفايه كده حوالين العينين، تمام؟ بعد ما بخلص الروتين اللي انتوا شايفينه دوت، انا برضو
انا كده خلصت وشي كله، هبدأ اوزع فيتامين سي عليه كله. تمام، بعد كده خلاص انا مثلا انا بالليل دلوقتي هنام وانا حاطه فيتامين سي، هقوم الصبح او لو انا عاملاه بالنهار بعديها بشويه هبدأ ان انا بغسل وشي. وبعد ما اغسل وشي بقى ما بحطش فيتامين سي تاني خلاص، ده بحطه اثناء الجلسه بس. بعد كده بستعمل السيرم، بستعمل السيرم ده من اوبتيمالز، حلو جدا، ده بيوحد لون البشره وبيفتحها وبيعالج الخطوط الرفيعه، ده من اوريفليم. وبستعمل ده كريم الليل لو انا بالليل، وكريم النهار لو انا بالنهار بحط سيرم وبعديه كريم النهار، ما ينفعش استعمل سيرم لوحده، السيرمات دي لازم بعديها الكريم على طول. تمام، دلوقتي انا كده خلصت الجلسه كلها، هحط بقى فيتامين سي على وشي كله. وابدا ان انا ايه اوزع، دايما وانت بتوزعي اي سيرم اي كريم اي حاجه من تحت لفوق عكس اتجاه الجاذبيه، تمام، عشان الوش مع الوقت ما يفضل وشك يفضل مشدود ما يترهلش مني. تمام، بس كده يا بنات، كده انا اكون خلصت الجلسه بتاعتي، بعملها كل شهر بقالي تقريبا سنه ونص كده، سنه ونص تقريبا بعملها، بتفرق جدا 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 في ملمس بشرتي وفي شكل بشرتي. جربيها، هي زي ما قلت لكم مش غاليه خالص، وهحط لكم كود خصم تحت لو انتوا حابين تجيبوها من نون. يعني من الحاجات الحلوه، والناس كانت طلبت مني الطريقه، فيا رب اكون عرفت افيدكم النهارده ولو باي معلومه. ميرسي جدا جدا، لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو وتقولي رايكم في الكومنتات. يا رب.